بالنسبة لأجور البحرينيين مقارنة مع أجور الأجانب أو الدول الخليج ضعيفة. بالنسبة لهذه الأجور هي لا تكفي للاحتياجات اليومية بالنسبة للمواطنين. تقريبا راتبي 300 أو 250، مع الرغم في هالعمر ما أعتقد ما تكفيني حتى، زائد المصاريف البيت والعيال والسيارة. يعني اختيار المواطن ما راح يكلف الشركات أو المؤسسات تكاليف إضافية بالنسبة إلى السكن وبالنسبة إلى الفيز، مقارنة بالنسبة للموظف البحريني المتوفر له كل المميزات الموجودة. في ناس حالهم بعد أردى، فأنا الحمد لله نحمد الله، وفي حال في ناس أردى من هالحال. فما أعرف الأسباب بالضبط ليش تفضيل العامل الأجنبي على العامل البحريني. من باب العدالة الاجتماعية ومن باب الأخلاق الحسنة وخلق بيئة عمل نظيفة في جو العمل، يشعر الموظف بالارتياح وأنه يتساوى مع أخوانه الموظفين في الحقوق وفي الأجور، بالأخص إذا كان يمارس نفس المهنة ونفس الشهادة، وتلقى شخص يستلم 3 أضعاف راتبه وهو يستلم راتب أقل لمجرد أنه بحريني، وأن الشخص الثاني أجنبي، وتلقى أن الموظف قد يكون البحريني دارس في جامعات أعرق من هذا وأكثر خبرة بعد. فهذه المشكلة الأزلية عندنا إحنا في تساوي الأجور هي ليست وليدة اليوم، وإنما هي قديمة الأزل. ليس بس في تساوي الأجور، تساوي الأجور بامتيازات أو في السكن حق الموظف الثاني، تذاكر له لأهله، مدارس تعليم، مدفوعة الأجر، سيارة خاصة كل سنتين يبدلون للسيارة، يتفوق في كل الامتيازات وليس تساوي الأجور. وقد يكون البحريني أكثر كفاءة وإنتاجية وإخلاص في العمل، لكن الأجر ماله لا يعادل. المشكلة ليست في القطاع الخاص فقط، هذه الإشكالية حتى في مؤسسات وزارة الدولة، تلقى من أعلى الرتب والمناصب في البحرين أو نقول في المؤسسة عفواً، تلقى مستشار أجنبي يستلم أعلى مني ب3 أضعاف، وهو تحت أمرة هذا البحريني. فكيف الازدواجية، كيف المعايير، تحتاج إلى تنظيم. أنا أقترح أن يتم إعادة صياغة قانون العمل، وقانون العمل ليس فقط قانونيين فيه، لا، يجب إشراك الموظفين فيه، ويجب أن يكون للنقابات العمالية دور أكثر فاعلية في تعديل قوانين العمل وتحسينها. بالعكس، يجب أن تتضمن القانون البحرين نسبة بحرنة إجبارية في أغلب المؤسسات، وبحرنة بعض الوظائف فيه، ليس بس فقط تساوي الأجور، لا، نسبة بحرنة تفرض
لا تقل عن 85%، وخلال 10 سنوات تكون 100%. يجب إحلالها، وكذلك بحرنة الوظائف وبحرنة المهن في بعض القطاعات بشكل 100%. لابد أن يأخذ الموظف البحريني من فرصته ويأخذ حياته ويأخذ احترامه ونمطه اللي يليق فيه في مجال العمل. وأنا على قناعة أن حكومتنا الموقرة حكومة تسمع وإن شاء الله تستجيب، بس تحتاج إلى من ينقل الصوت ومن يوضح هذه الإشكاليات بشكل سليم. طبعا الأمثلة اللي بادش فيها ما راح أخلص، لأن الأمثلة كثيرة ومتشعبة ومتعددة، والأنماط كثيرة والتجارب غزيرة. أنا حبيت أختصر الموضوع وأحط نقاط بسيطة جدا. شاكر لكم وأتمنى لكم الخير والتوفيق.